اخوتي اهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفات لاله فاطمه. ان شاء الله فوس فجيت قبل ما نبدا الفيديو لو اول مره كتشوفوني ما تنساوش تشتركوا في القناه وكذلك فعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. بالنسبه للمقادير راه نحتاج هنايا 250 غرام ديال الزبده من الاطار. الزبده تكون درجه حراره المطبخ. غنضيف كذلك كاس ديال السكر ما يعادل 150 غرام. نحاول انني نخدم الزبده مزيان مع السكر هكا كيصبح الشكل ديال الزبده. يعني ضروري ما خصنا نخدموا الزبده مزيان حتى كتولي على شكل كريم على هذا الشكل. كذلك غنحتاج هنا كاس ديال الزيت ما يعادل 150 مليلتر. نحاول انني نضيف الزيت غير على دفعات باش كنتحكم في الخليط. وفي نفس اللحظه ملي كنضيف هكا الخليط على دفعات فالخليط كيندمج معنا بسرعه. هكا بالنسبه للمبتدئين من الافضل يضيفوا الزيت على دفعات بحال اللي كندير انايا دابا. ودابا من بعد ما خدمت الزيت مزيان مع الزبده على الشكل دابا غنضيف بيضه واحده. بسم الله على بركه الله. نحاول انني نخدم عناصر مره اخرى. هكا كيصبح الشكل ديال الخليط من بعد ما خدمته مزيان فكيولي على شكل كريم على هذا الشكل. دابا غنضيف كيس ديال الفلو اللي هو البودين كيوزن 2.5 غرام. فانا استعملت هذه النوعيه هذه غنوريها لكم. النوعيه هذه اللي ما كيكونش فيها السكر فضروري في هذه المرحله ما ديروا الفلو بالنكهه ديال الكراميل. لحقاش الحلوه غنزينوها بواحد التزيين اللي المذاق ديالو كيتواتى مع الفلو كراميل. بسم الله على بركه الله. وكذلك بالنسبه لهذا الفلو كراميل فكيعطي الحلوه واحد اللون. دابا في هذه المرحله نحاول انني ندمج الفلو مزيان على هذا الشكل بحال ان الفلو اللي استعملته هكا لقيته محبب من الداخل فغربلوه باش ما يبقاوش تكون القطع ديال الفلو في الحلوه. كما كتشوفوا معايا فالفلو دار مزيان ما بقاش كيبان في الحلوه. ودابا غنبدا نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق فانا غنضيف 6 ديال الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميزان فالكيسان ديال العنبه ملي تكونوا كتعمروهم عمروهم غير بالملعقه باش كل كاس كيعطيكم 100 غرام بالضبط. ودابا غنستمر باضافه الدقيق. نحاول انني نضيف الدقيق غير بلا دفعات باش كنتحكم في الخليط ديالي. فهاد المرحله غنضيف جوج ديال الخمارات ديال الحلويات فكل خماره من هادو كتوزن 8 غرام المجموع 16 غرام. نحاول انني نغرب لها. ونجمع العناصر. كما كتشوفوا معايا فهنا في الاخير كنبقاو نضيفوا الدقيق غير على دفعات فانا بقى لي غير هاد شويه ديال الدقيق. يعني كنحاول نضيفه غير بشويه لحقاش كل نوعيه ديال الدقيق كتمتص على الاخرى. يعني نقدر نضيفوا الكميه كامله ديال الدقيق كامله ونزيدوا عليها ملعقه ديال الدقيق اولا نقصوا منها ملعقه ديال الدقيق. يعني داكشي كيبقى على حساب حجم البيضه وكذلك النوعيه ديال الزبده اللي كتستعملوا. بسم الله على بركه الله. دابا غنضيف الكميه كامله. كما كتشوفوا معايا فكما قلت لكم يعني من بعد ما ضفت الكميه كامله ديال الدقيق فالعجينه بقى خفيفه غير شي شويه على هذا الشكل. غنزيدها ملعقه واحده. يعني دائما بالنسبه للخليط كما قلت لكم يا اما كنضيفوا 6 ديال الكيسان نيشان اللي هي 600 غرام وكنزيدوهم ملعقه اولا كنديروا 6 ديال الكيسان نيشان يعني على حسب حجم البيض. وكما قلت لكم حتى النوعيه ديال الدقيق فكتلعب الدور. دابا ما غنزيدش نضيف الدقيق يعني نكتفي فقط بهذه الكميه ديال الدقيق. نجمعها مزيان حتى يختفى لنا الدقيق. وهذا هو القوام ديال العجين. كما كتشوفوا معايا فالعجينه كتكون رطبه. نوري لكم بحال الشكل. يعني ملي كنجبدوها هكا وكنبغيو نكوروها فكتكور معنا بكل سهوله على هذا الشكل. يعني العجينه ما خصهاش تكون قاصحه لحقاش الا كانت العجينه قاصحه فما غتكورش معنا. دابا مباشره غنبداو نكوروها. بسم الله على بركه الله. دابا غنبدا نكور في العجينه. بالنسبه للعجينه فنحاولوا نديروا الكوارات اللي يكونوا متوسطين لحقاش العجينه غتنطفخ معنا وغير ضاع الحجم ديالها في الفران. وهذا هو الشكل ديال الحلوه. كما كتشوفوا معايا فكتكور معايا بكل سهوله على هذا الشكل. غنوضعها في طاوله الفرن. دابا ندخل الحلوى للفران فانا نطيبها غير في الفران العادية يعني الفران ديال الغاز.
اشعل البوطه من التحت وغنقصلها مزيان يعني حتى تولي العافيه مهيله ميته، يعني ضروري ما تكون العافيه مهيله. غنوضع الحلوه في الجهه الفوقانيه باش تكون نار عليها من التحت، غنخليها حتى طيب على خاطرها، يعني نقصلها البوطه نسد عليها الفران وغنخليها 20 دقيقه ما نحيش عليها الفران بتاتا. ضروري الحلوه ما تخليوها يعني في الفران وتسدوا عليها باش هكا الحلوه كتجي منفوخه، بحال انكم بقيتوا يعني الحلوه مره كتحلو عليها الفران فما كتجيش زوينه. لذا ضروري ما تسدوا عليها الفران وتخليوها 20 دقيقه ما تشوفوش عليها، وضروري ما تكون العافيه مهيله يعني ناقصه مزيان، لحقاش الا كانت العافيه مجهده فالحلوه غتحمرنا من التحت وغتبقى من الداخل بالعجين. مهم فانا غنخلي الحلوه حتى تطيب مزيان وتبان لي بانها تحمرت من التحت، وداك الساعات نهبطها الجهه التحتانيه ونخليها حتى تفند غير شي شويه تاخذ لون ذهبي ونطلقها ان شاء الله. وهذا هو الشكل ديال الحلوه من بعد ما خرجتها من الفران كما كتشوفوا معايا، فكتجي على هذا الشكل، فهي تحمرت من تحت كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل. وفي نفس اللحظه فانا خليتها يعني حتى طابت في الفران هبطت الجهه التحتانيه خذات اللون غير شي شويه يعني غير تفندت، وجبتها بنفس الطريقه طيب الطاوه الثانيه على هذا الشكل. دابا ندوزو باش نزينو الحلوه. بالنسبه للحلوه فضروري ما خص تكون الحلوه بارده مزيان، يعني نخليو الحلوه حتى تبرد وعاد ندوزو باش نزينوها، لحقاش الا زيناها وهي مازال سخونه فغتفرتس لنا في الشكلاط. بالنسبه للمكونات ديال التزيين فانا عندي هنايا الشكلاط اللي ذوبته في حمام مائي، يعني كنخليو الماء حتى كيغلى وكنطفيو عليه النار وكنوضعو فيه الشكلاط وكنخليوه حتى كيذوب. بالنسبه لهاد الشكلاط اللي ذوبته فانا غنضيف له معلقه ديال الزيت النباتيه، يعني انا استعملت غير هاد المعلقه اللي كتكون وسط، انا كانت عندكم معلقه كبيره ديروا هكا نص معلقه، فتقريبا كل 200 غرام ديال الشوكولاط كنديروا له معلقه ديال الزيت. بالنسبه للنوعيه ديال الشوكولاط اللي استعملت انا فانا استعملت الشوكولاط ديال غالا، هو اللي كنخدم به دائما وصراحه يعني كيعجبني في الخدمه ما كيتحجر ما والو، كيصبح شكل ديال الشوكولاط على هذا الشكل. بالنسبه للمكون الثاني فانا احتاج لها التونيك او لا الكوفريت، فهو عنده بزاف ديال السميات، كتكون مكتوبه فيه الكوفريت بالنكهه ديال الكاكاو وكذلك الفانيلا، فالشكل ديالو كيكون من الداخل على هذا الشكل، يعني كيكون فيه الشوكولاط. فلو مكانش متوفر عندكم هذا يمكن لكم تستعملوا اي نوع ديال الكوفريت، فانا حطيته باليد ديالي على هذا الشكل، يعني فقط كنضغط عليه على هذا الشكل باش كيولي يعني محتت، يمكن لكم كذلك تحكوه بالحكاكه فانا قسمته غير باليد ديالي على هذا الشكل. بسم الله على بركة الله. دابا غنبدا نزين الحلوة، غنوضعها هكا غير من جهة وحدة في الشكلاط، نحاول أنني نحيد منها الكمية ديال الشكلاط، وغنوضعها في الكوفريت اللي هو طونيك. بسم الله على بركة الله، كل مرة نحاولو أننا نخلطو هكا يا طونيك باش هكا يتهزو لنا القطع اللي كيكونو كبار وكذلك القطع اللي كيكونو صغار. صراحه بالنسبه لهاد الطونيك هذا فكيعطي واحد المذاق لذيذ للحلوه، خصوصا الحلوه كما شفتوا من قبل فانا نسلتها بالكراميل كيتواتى بزاف المذاق ديال هاد الحلوه مع الكراميل. المهم بالنسبه لهاد الحلوه فهي اول حلوه درتها في القناه، هكا رجعتوا للقناه فغتلقاو اول حلوه درتها هي هذه، يعني دائما كنديروها في المنزل وشحال من مره كنقول خصني نشاركها معكم، المهم تاد دابا جات الفرصه باش نشاركها معكم. بالنسبه لهاد الحلوه فما كتخسر ما والو، طونيك ملي كيدخل هكا في الشوكولاط ما كيخسرش، يعني واخا كتحطوها في السطار ولا شي حاجه كيبقى المذاق ديالها لذيذ، وكذلك كيعطي واحد البنه للحلوه ملي كنحطوا الحلوه يعني في السطار وكنخليوها، داك طونيك كيطلق فيها المذاق كتولي الحلوه المذاق ديالها كامل بحال طونيك، يعني كتحسوا بالحلوه بحال اللي شارينها، يعني ماشي الحلوه ديال الدار. بالنسبه لهاد الحلوه فما كتهش كميه كثيره ديال الشوكولاط، لحقاش كنديروا غير شي شويه، يعني كنغطسو غير جهه واحده، فمن بعد ما شكلت الكميه اللي عندي كامله كما كتشوفوا معايا. دابا نخلي الحلوه حتى تبرد مزيان وتماسك لنا الشكلاط. بالنسبه للكميه ديال الشكلاط اللي استعملتها فانا عندي هنايا 200 غرام كما شفتوا معايا، ما كملتهاش كامله يعني ما كتمتصش لنا بزاف ديال الشكلاط، لحقاش كنديروا غير واحد شويه نوريكم هنايا. بالنسبه للحلوه فما كنغطسوهاش بزاف في الشكلاط، يعني غير كنوصلوها للشكلاط وكنحيدوها ما كتهزناش كميه كثيره ديال الشكلاط. كذلك بالنسبه لهذا الكوفريت هذا فانا بقى معايا شي شويه، هزات لي هنايا 120 غرام ديال الكوفريت اللي هي 5 ديال القطع ديال طونيك. وهذا هو الشكل ديال الحلوه ديالنا من بعد ما تماسك الشكلاط كما كتشوفوا معايا، فكيجي الشكل ديالها رائع لهذا الشكل. صراحه بالنسبه لهذه الحلوه فكتجي لذيذه بزاف، كنتمنى تجربوها ان شاء الله وتنال الاعجاب ديالكم. كما قلت لكم يعني ماشي اول مره كنصايب الحلوه فدائما كنصايبوها في المنزل. بسم الله على بركه الله. دابا نوريكم كيفاش كتجي من الداخل كما كتشوفوا معايا، هذا هو الشكل ديالها.
كتجي مرملة من الداخل على هاد الشكل، كتجي هشيشة، كذلك بالنسبة لهاد الكراميل فكيعطيها واحد اللون ذهبي من الداخل على هاد الشكل. غنزيد نقطع معاكم طاب اخر كتجي على هاد الشكل. كما قلت لكم كنتمنى تجربوها ان شاء الله وتنال الاعجاب ديالكم، بحال انكم جربتوها ما تنساوش تقولوا لي في التعاليق. دابا بقى لي الا نتاعكم عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوني بلي لايك، كذلك اول مره كتشوفوني ما تنساوش تشتركوا في القناه وكذلك تفعلوا الجرس دائما توصلوا بالجديد. مع السلامه، نتلاقاو فيديو اخر.